الحكم اللي متبع كتب تطور ديال كرة القدم على المستوى الوطني، وهذا إن دل فإنما يدل على أنه قناة متشبعة بتطوير كرة القدم على المستوى الوطني، خصوصا كرة القدم داخل القاعة. اليوم كما كتلاحظوا أنه اليوم الثاني من الدورة التكوينية الخاصة بالمدربين ديال كرة القدم داخل القاعة بصورة الجنوب، مع العلم أنه كاينين مع عناصر من عصبة أخرى، وهذا يدخل كذلك في إطار الانفتاح ديال العصبة على جميع التراب المملكة. ثانيا فهي هذه الدورة هذه تدخل في إطار البرنامج السنوي ديال الإدارة التقنية لعصبة الجنوب لكرة القدم، اللي يعني التكوينات كتشمل المدربين ديال كرة القدم 11 كونتر 11، كذلك كرة القدم داخل القاعة، كرة القدم النسوية اللي دوز التكوين في الفترة الماضية، وإن شاء الله الرحمن الرحيم حنا مقبلين كذلك على تكوين خاص بمدربي حراس المرمى اللي غادي يكون إن شاء الله في خلال شهر رمضان. فتنشكروا الإدارة التقنية الوطنية اللي تعين معنا باش نجسوا هذا التكوين هذا. الشكر كذلك لمديرية الشباب والرياضة، الشكر كذلك للمكتب المديري ديال فريق الكوكب المراكشي اللي وضع راه الإشارة القاعة. فالحمد لله يعني الدورة كتمر بظروف جيدة، الإخوان تيستافدوا من الدروس النظرية والتطبيقية، وتنتمناو إن شاء الله الرحمن الرحيم أنه في هذه السنة هذه هذا برنامج خاص بنا في هذه السنة هذه إن شاء الله بكل المستوى الثاني الخاص بمدربي كرة القدم داخل القاعة. الله الرحمن الرحيم، وأنا كنبغي نعاود الشكر ديالي للحاجة الرياضية اللي المغرب المستوى الكبير الحمد لله وكيقلد كل مرة قطع المراحل بسرعة. وكنبغي نشكر عاصمة الجنوب وعلى رأس الإدارة التقنية المديرة السي الرزاق الوراني اللي فكروا في هاد البديدات في السطاج، فكروا في هاد البديدات الحمد لله كنشوفوا أمامنا دراري لعبوا الكرة وعندهم ما يقولوا، عطانا منهم استقلال كبير وغادي يعطيو شحال الفرصة في المستقبل القريب إن شاء الله. إلا حنا في حاجة ماسة للمثال الشفيف، من بعد السطاج الأول اللي كان داز تحت قيادة السي هشام بكيك، هاد المرة كان جا السي عادل السيخ اللي هو إطار وطني معروف الحمد لله بإمكانياته الكبيرة، والسي سعيد عيد ناصر اللي قايمين بدور كبير في هاد تأثير هاد الكرة هادي اللي تظهر في الحمد لله لحد الآن نجاح كبير، وغادي في الطريق الصحيح ديالها وغادي توصل الأهداف ديالها إن شاء الله. وكنتمنى نشكر جميع الوليدات اللي في الحقيقة كي قلت عندهم مستوى كبير وكنتمنى لهم واحد المستقبل زاهر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الشكر موصول لرئيس العصبة وكل الناس اللي كيسهروا على هاد الدورة التكوينية المستوى الأول. الحمد لله الأجواء كتدوز في واحد الجو مثالي، لي كونديدا كاملين يعني كاين واحد لمسنا من اليوم الأول أنه كاين واحد المستوى جد متميز عند لي كونديدا، سورتو لأن شفنا مجموعة من اللاعبين الممارسين للعبة، كاين واحد مجموعة من الأطر الأساتذة ديال التربية البدنية، هناك حكام، فاللي عطى واحد طابع جميل لهاد الدورة هذه، واحد المستوى عالي يعني لحد الآن، فالأمور كتدوز في واحد الجو مزيان، يعني الناس ديال العصبة موفرين لنا كل الإمكانيات باش تدوز هاد الدورة التكوينية في أحسن الظروف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الأخ حمزة على هاد الاستضافة هادي، كنشكر الجريدة فاج سبورت على هاد الاستضافة هادي، معاك الساسي مهدي اللي إن شاء الله جيت هاد الدورة التكوينية باش نستقبل المدربين التاني داخل القاعة. الحمد لله الأطر اللي كيتواجدوا دابا السي سعيد ولا السي برزاق ولا السي عادل سعيد ولا السي
60 بالنسبه للسي بلدروش والسي لالا وجليدي ناديا ولا ساوتيب الحمد لله خسرنا ديال الفرنسي وغادي في شكرا.